باقي النتائج التعادل. الحقيقه نادي طلائع الجيش كان متقدم حتى اللحظه الاخيره من المباراه بهدف لحسن يوسف، ولكن نجح دوجي في ادراك هدف التعادل في الثانيه الاخيره من الوقت بدل الضائع. تنتهي المباراه بالتعادل 1-1. الانتاج الحربي بيتعادل مع فريق الجونه 2-2. بهاء احمد وصامو الاوكران بيسجلوا للانتاج، وشريف رضا وميدو بيسجلوا لفريق الجونه. دي اهداف مباراه الجونه والانتاج. الحقيقه استاد ما فيش اروع من كده، واهداف على فكره جميله جدا موجوده في المباراه. المباراه دي على فكره فيها ظلم عجيب جدا وغريب جدا، لانه في مستوى عالي وفي يعني اداء رائع. ده محمد ابو العلا نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني الذي انتقل الى الانتاج الحربي، وما زال يؤدي وبيحاول وبيجاهد. ثم هدف التعادل لشريف رضا. بقول لحضراتكم اجوان جميله جدا، اجوان جميله جدا، بس للاسف الناس ما بتاخدش بالها، يعني مركزه على الاهلي والزمالك. ده شريف رضا، ثم تقدم الجونه بهدف من خطا دفاعي. الاستلام والدوران والتسديد كله جميل من صامو الاوكران عشان يتقدم فريقه 2-1، ولكن قبل النهايه بثلاث دقائق نجح احمد سعيد ميدو في ادراك هدف التعادل الهام جدا لفريق الانتاج، لانه كل نقطه بيخسرها الانتاج او الجونه بتقربه من الهبوط، وكل نقطه بيكسبها بتديله امل في البقاء في الدوري الممتاز. لم ييأس فريق الانتاج بقياده النجم اسماعيل يوسف. هيك ضربه الجزاء صحيحه، يعني حد بره او جوه قال لي ضربه الجزاء مش صحيحه، فيها دفعه وفيها ضربه جزاء. الناس بس بتقول ان دفعه بره ال 18 جوه ال 18، هي دفعه بضربه جزاء بهدف صحيح لنادي الجونه. تنتهي المباراه بالتعادل 2-2.